معروف من غورك اللي هو الدكتور محمد فتحي عيد عميد كلية علوم الأدلة الجنائية. سلام دكتور محمد الشديد مستشفى الأدلة الجنائية. دكتور سعد الغالي مرحب بمعاليكم بهذه الوجوه الطيبة المباركة، ثمرة من ثمرات الجهد السعودي في دعم العمل الوزراء الداخلية العرب وتابعها وأسسها وقام عليها المركز والتحويل إلى أكاديمية حيث أصبح أكاديمية نايف العربي. وفي عام 2004 هي تحظى بغطاء قواعد نعدها قواعد إسلامية في الفساد، وهو أيضا إعلان تم صياغته في الجامعة إعلان دولي أممي من واقع وأيضا دور طبعاً على إعداد برامج الدكتوراه كما هو موجود في المملكة العربية من ولله الحمد موقع علمي مرموق وأيضاً على عامة شعوب العالم حتى يعرفون أن الحضارة الإسلامية ولله الحمد ما شاء الله من حسن يعني شخصينا مركز عملوا عبارة عن مركز وفيه دبلوم اللي هو دبلوم الأنظمة الجهائية، هذا اشتغلنا مع طبعا بالإضافة إلى الدبلومات المختلفة اللي هي في الإعلام الأمني وعلم النفس الجنائي والتأهيل، هذه في الكلية، هذه في كلية الدراسات زي ما تفضل الدكتور رابط. هي بالتعاون بيننا وبينهم عن الإرهاب وأثر الإرهاب على التنمية الاجتماعية. معروف طبعا. السلام عليكم. أيضا بترجمة فورية واحدة يقام على الوقاعة هذه مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعة ويبدأ ما زال مفتوحة. ويستخدم كذلك الأسلحة الرشاش MP5. سمح الله. طبعا الميدان هذا يستخدم خاصة لتدريب رجال الأمن على حد سواه، وخاصة 10 متر 15 متر 20 متر لحد عطول وتشاهد النتيجة في الهدف. يكون في رماية جماعية يرمى على الأهداف مع بعض 6 إرهابيين 10 إرهابيين كيف التعامل معهم في آن الواحد؟ النظارة الواحد مثال الميدان فيه سواتر، كيف التقدم من ساتر إلى ساتر حتى الوصول إيش؟ إلى الهدف والسيطرة على وهي الكلية نحن هون نتعامل مع الأثار البيولوجية المرفوعة وخاصة اللي هو النووي أو تحليل الدي ان اي سموم في سوائل الجسم المختلفة يعني ممكن نذهب من خلال سواء الجسم أو خلال الشعر سواء الجسم متعدد مثل يعني التعرف على المخدرات هذا جانب فجرات شكل حوادث التفجير دائما أو سموم أو البحث عن معدنية أو غير معدنية البحث عنها في الأدلة الجديدة بشكل عام هنا بتم تحضير العيان يعني قبل ما نذهب للأجهزة من الأجهزة الحديثة الصينية اللي بتستظهر فيها البصمات الغير معالجة بالآلي عندي وأقدر إن أنا أقدر أتبين البصمة من غير معالجتها وأصابها بعد كده اقدر اصورها بسهوله جدا الطلقه ذات نفسها اقدر احدد الكلام ده ليه بصمه مميزه النطيه اللي هي السبطانه ذات نفسها بتاعه السلاح ليست مقصوده تعبك شوي بعد ورانا مشوار لكن بنستعجل فيه ما يتعب الله يحفظك
فين الشباب اللي ممكن بيبعت حاجات مسيئه او حاجات غير اخلاقيه لبعض الاخر. الورقه الاولانيه اللي على الكتاب راحت، لكن الثانيه مستغرب الكتاب اللي عليها من الضغوط اللي كانت زي مواصفات موجودة، شيء يشوفه وشيء ما يشوفه. يكون في عمليه متعدده المخدرات، كيف تبحث، كيف تحافظ انك ما تسحب السيفون، كل شيء لابد اثناء اخوان الشهود علشان تظهر الدين والطلقه اللي احنا صفيناها في اسم الجامعه هو ده واحد تحليل اثار الاقدام. احنا بنشيل الاثر نفسه مخدرات أو مناطق أو سامرة بعض دول أمريكا الجنوبية إلا المخدرات الهند الهندية الحشيش عجيب. هذه طبعا المخدرات، هذا طبعا كلها هروين. هنا أشخاص يتقمص شخصية الحاج أو المعتمر. هنا المعلبات المادة الغذائية برضو استغلت تقريبا كمية كبيرة من الهروين. صور الكعبة استغلوا الحامل العلوي مجوف وهربوا بداخله برضو. هنا إعادة مفعولها بعد فترة من الفوقاء منها. هذه بعض وسائل التهريب. التهريب اللي ما استطاع إدخال المعرض زي البراميل هذه ضبطها في الإمارات. كلب يحدد وجود المخدر داخل الكفر. هنا الميزه اللي تميز بها الحاج على اي شخص قادم من المملكه فاستغلوا الميزه. طال عمرك الجامعه اجازت 108 رساله ماجستير ودكتوراه في مجال المخدرات فقط. وضعت عندنا ميدان الرمايه اهتمام دورات خاصه. هذه بنادق قديمه ماني فاهم شيء طبعا انجليزي. اهداءات من الشركات معالي الشيخ هذه. هنا بعد الموديلات اللي بعدها حديثة شويه في انجليزي. هذه برضه لا زالت عند الطبع الموجوده. هنا المسدسات اللي تقام عليها دورات في ميدان الرمايه عندنا. هذا اللي ما يصح. اي نعم. هنا من شركه وزير الداخليه رحمه الله عليه الامير نايف بندقيه والجامعه توقيعها على السلاح. هنا سلاح سويسري. هذه بعض الاسلحه اللي عندنا فك وتركيب التدريب عندنا في الجامعه. انواع البارود لكل بارود المشهور TNT وC4. فرصة سعيدة والله حيين. شكرا معك. أهلا وسهلا. المخطط أنه يكون 4 أدوار بعدين نستعرض فيه نماذج بكل قطاع من القطاعات، لكن عادة بحكم المبنى نماذج للزوار اللي جونا من المشايخ ومن العلماء ومن المسؤولين على جميع المستويات في العمر. عرب وغير. هذا خادم الحرمين لما منحناها الدكتوراه الفخريه طال عمرك في الجامعه. انا المشايخ الدكتور الشيخ عبد العزيز الحميد اللي جونا وكتبوا وزراء وسابقين ومسؤولين ادله الجامعه بالعربي بالانجليزي بالفرنسي. هذه انظمه الجامعه، برنامج عمل الجامعه، هذه كليه الدراسات العليا، المواد والمحتوى والإجراءات والخطيش النوع المعلومة اللي كل دورة من الدورات. هذه كلية اللغات، كل الدورات، كل البرامج المختلفة. هذه المجلة العلمية عندنا محكمة طبعاً بالترقيات العلمية. طبعاً هذه إنتاج المركز العربي للدراسات في جميع المجال، يعني مثلاً المخدرات طال عمرك هالقاموس بالإنجليزي بالعربي بنوعية المخدر، يعني الرقابة ومشاركة الشباب أثر السجون. طال عمرك هذه كلها عن المحاماة، عن زرع البصل الأموال طال عمرك، عن الإعلام والأزمات، الأمن السياحي بنوقع اتفاقية الآن، الأمن إدارة الحواتم الأمير سلطان بن سلمان هو يجينا ونعقد إحنا وياه برامج معاصرة، قضايا معاصرة كله، يعني عن الإرهاب طبعا دراسات الله يجيب النقابات الاتجار بالمخدرات. تفضل دكتور سكر. هذا التعاون الدولي طبعا كل دوره من الدورات عن مكافحه الارهاب موجود هنا بالانجليزي وبالعربي. الساعة 5 للساعة 8 بنزلهم الطلب، بنزلهم جولات على
شرفنا بوجود رسم في الجامعة. ما شاء الله. يعني ولذلك احنا نعتز فيهم وكلها حقيقة في وكلها في مجال العدالة. طبعا متميزة في هذا الجانب. إضافة إلى مجموعة كبيرة. ولذلك مع ما شفت انت عمرك احنا في 17 سنة قبل الجامعة. وأصلناه في علوم بن غيث الله يمسيهم بالخير جميعا. وقلت لهم مكتبكم الغالي الله يسلمك. الله يحفظك. إذا أي شيء طال عمرك تزودون بكل ما يمكن عن الدراسات. تفضل. الله أعتز فيه ونفتخر الله يسلمك. سلمت. وهذه بعض الإصدارات. سلمت. ما شاء الله ما شاء الله. سلمت. نعتز فيها طبعا. الله يجزاك خير. لا والله لا حاجة.